السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان، أسعد الله قلوبكم، أسعد الله أوقاتكم. أما قبل، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، موضوع حلقتنا لهذا اليوم: كيف أتعرف على الفراخ في حالة الفطام؟ كيف أفطم الفروخ؟ سأعرض أمامكم فيديوهات، أكثر من فيديو، على مرور يعني مدة ليست بالقصيرة قمت بتصوير هذه الفيديوهات للفروخ داخل العش قبل الفطام، ومن ثم في أيام الفطام وفي لحظات الفطام، لترى بعينك عزيزي المتابع كيف تفطم الفروخ. طبعا مدة فطم الفروخ ليس له مدة محددة، أي أن الفرخ هو الذي يحدد المدة التي يفطم بها. إذا كان الفرخ به أربع، إذا كان العش به أربع فروخ أو خمس فروخ، فلربما يفطم نصف هذه الفروخ والنصف الآخر يظل يطلب الطعام من أبويه. متى أقوم برفع الفروخ وماذا أفعل؟ باختصار، إذا رأينا الفروخ تأكل البيض على الأقل، تأكل البيض على الأقل، البيض المسلوق، فإننا في هذه الحالة نقوم بعزلها عن أبويها. نراقب الفروخ في اليوم الأول للفطم، فإذا سمعنا صوت منادات الفرخ يطلب الطعام، نقوم بفحص منطقة العنق الرقبة، إذا كانت فارغة من الطعام نقوم بإعادته للأبوين، تمام؟ أما إذا لم تطلب الفروخ الطعام وجثمت على الأكل، أي جلست على الأكل وتواصلت في تناول البيض على الأقل، فإنها تكون قد فطمت خلال يومين. تفطم الفراخ بعد عزلها مباشرة من عند الأبوين. طبعا قد يصل عمر فرخ من الفروخ إلى شهر كامل وهو لم يفطم ويظل يطلب الطعام من أبويه، يجب أن نراعي هذا الشيء. وقد يصل الفرخ إلى عمر 20 يوم ويفطم ويكون ذيله صغير جدا، بمجرد خروجه من العش نجد أن هذا الفرخ بدأ يشرب الماء من المشربية وبدأ يأكل البيض وقد يأكل البراقة. إذن لا تحديد زمني لعمر الفرخ عند الفطام، هو الذي يحدد إذا رأيناه يأكل البيض أو يأكل البراقة أو يشرب الماء وحده، تمام؟ الآن يعني سنعرض لكم مجموعة من الفيديوهات القصيرة لترى بعينك متى يعني يفطم. نقلنا بعض الفروخ، طبعا جزء معين من الفروخ للمشاهدة وللعرض، وبسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، تفضلوا معنا. Thank you.
كما رأيتم أعزائي المتابعين في الفيديو كيف أن الفروخ أكلت وحدها في عند أبويها، ثم قمنا بنقلها في قفص وحدها، وبالمناسبة أضفنا لها طبعا فروخ أخرى من أعشاش ثانية بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين. لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة إن كنت تراني للمرة الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.